السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو إن شاء الله معلومة صغيرة، استمع معايا وركز معايا عشان المعلومة دي لو أنت حابب ما يبقاش عندك تسريب تحت السيراميك. التسريب بيبقى دايما من البلاعة، إزاي بيبقى من البلاعة وإيه مشاكل البلاعة ونحمي نفسنا إزاي منيها، ويبقى شغلنا ألف الألف في شغل السيراميك. تابع معايا لحظات وحاول تدي مشاركات وكومنتات جميله زي حضراتكم كده وتفاعل ايجابي عشان ان شاء الله دايما نقدم كل ما هو مفيد وشيق وجميل لحضراتكم. نتمنى لكم ان شاء الله متابعه ومشاهده فيديو ان شاء الله ممتع على الصفحه او على القناه. حضرتك دي البيبه ايا كان نوع الشركه، مش بروج لحاجه معينه، دي البيبه عندي. البيبه عندي بتحصل منها مشاكل بين واحد الفتحات دي، الفتحات اللي انا ما بستخدمهاش لازم اقفلها كده بالغيره. وضح معايا الغيره، لازم كده اقفل بالغيره، اقفل بالغير عشان ما يحصلش منها تسريب. بلاش بقى ما لقاش واحد يحط لي كيس هنا او يحط لي شويه اسمنت، ده اسمه كلام ايه؟ كلام فاشل ومش هيدي معاك تسريب. وارجع ادي فرشه تاكيد كده، اكد معايا بالكاميرا، ادي فرشه تاكيد كده من بره زياده، حمايه زياده ليا كده اهو، كده فرشه تاكيد عشان يبقى انا كده قفلت اي مسام عندي بالغيره. اثنين، ضمنت ان شاء الله ما يبقاش في تسريب تحت ايه؟ تحت السيراميك، لانه اغلبيه التسريب بيبقى من البيبه. طيب البيبه فيها ايه تاني؟ البيبه لما بركبها في الفني بيسيبها كده على وضحها، على وضحها كده. فبيجي حضرتك ركز معايا كده هنا، فبيجي حضرتك انا لو ركبت البيبه كده، بص هات كده الكاميرا كده هنا معانا، ركبنا البيبه كده هنا خلاص، البيبه كده ركبت وبيسيبها الفني كده بالطريقه دي. في بعض الناس بتقفلها بشكرتون، في ناس بتحط لها طب اربعه بوصه، في ناس بتحط لها ورق، في اغلبيه الناس بتسيبها على كده. فلما بتسيبها على كده بتيجي عمال العماله بتاعت الدفان بالنسبه للسيراميك بيفضي رمله في المكان فبتدفن، واحيانا بتبلغ عليها ونرجع نكسر وكلام ده، فبتحصل منها مشاكل كتير. طيب تمام، انا ما يهمنيش شكل الغيره لان انا كده مهمني المضمون، لانه ده هيتغطى عندي بخلطه ودي زياده تاكيد، فمهمني عشان ما حدش يعلق لي على قصه الغيره دي كده نقطه. لو انا سبتها بالمنظر ده ولنفترض انه ال 5 سم اللي هي عرض الميزان دي بقت هي السيراميك، هي دي الفينش بتاعي تمام. ال 5 سم دي كده هيبقى بين دي بين دي ما بين الفينش ما بين الوش هنا كده في 2 3 سم 5 سم ايا كان على حسب الوزنين. دي بتتعوض بايه؟ بتتعوض باسمنت ابيض، وهنا بتبقى الكارثه. انا مش عاوز اسمنت ابيض، انا عاوز نقطه المياه اللي تبقى موجوده في المكان تبقى تنزل في البيبه، من البيبه توصل الصرف العمومي في على اساس ما يبقاش عندي تسريب. طيب هنحلها ازاي دي؟ ركز معايا، كلام من ذهب اهو. بص حضرتك شايف دي رقبه او تطويله، واخد بال حضرتك؟ ركز معايا، تعالى كده ما اعمل لها منيم هنا اهو، اهو نظام بيات اهو تمام. الشركه مطلعاها طبعا 10 10، فانا باجي اسقطها كده حضرتك تظبط كده وبتاخده معايا كده بقى دي طويله. السيراميك جاي معايا هنا، السيراميك جاي هنا في اي مكان يجي منسوب السيراميك الزياده كده حضرتك معاملها بالتدريج وحط على الزياده، واخد بال حضرتك؟ وبيبقى عندي برضه البرج، احنا كده هنجريها عملي امام حضرتك. يا ريت اللي متابعنا في الفيديو لغايه اللحظه دي يعمل لايك وشير وتفاعل ايجابي زي حضراتكم. انا بقعد بعمل الغيره بتاعي كده اهو تمام كده خلاص، هنزل اهو ركز معايا، هنزل بسم الله الرحمن الرحيم كده بس خلاص. بالنسبه لي كده ايه كده ركبت جميل. طيب في حد هيقول لي والله يا عم احمد القطعه دي بتعمل ايه اللي شكلها وردي او ايا كان الشكل بتاعها؟ القطعه دي الوظيفه بتاعتها كده باختصار عشان ما اطيلش على حضراتكم، يا تركاتك يا جمالك يا حلاوتك يا ابو ضيفي، ركز معايا. فيديوهاتي مش ممله، فيديوهاتي كلها معلومات لوجه الله تعالى، وما تنسوناش من صالح دعائكم ان شاء الله، ودايما بمسانده حضراتكم لنا في كل جديد. القطعه دي هي اللي بتحميك حضرتك، تحميك من ارتداد ريحه كريهه. حضرتك بتشكي عندك في الحمام اكرمكم الله او في المطبخ ان عندك ريحه كريهه، اول حاجه هتدور على القطعه دي، موجوده عندك في البيبه ايا كان نوع الشركه او لا. القطعه دي حضرتك معموله عشان خاطر تمنع عنك الريحه، اسمها برجع ووظيفتها ان هي بتمنع الريحه. طيب بتنزل فين؟ شايف حضرتك كده ركز معايا، لها مجرى هنا اهو، ليه مجرى اهو وفي مجرى اهو. انا بس انا لما ركبت القطعه دي، هل القطعه دي هعرف اسلك وادخل واطلع والكلام ده كله اقدر اخرجها؟ اه حضرتك بكل سهوله اهو. بص انا هحاول ان انا انزلها لك دلوقتي اهو واخرجها لك كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي عاوزه ايه بس تظبط. اه بص كده حضرتك خلاص، هي كده نزلت معايا اهي، نزلت معايا اهي. طب انا عندي كتمه دلوقتي وجت سيراميك وقصيت الزياده دي، حضرتك قصيت الزياده دي وركبت الوش السلس ايا كان وش البيبه اللي انا هركبه، وجا عندي كتمه، هدخل ايدي كده واروح ساحب من الباب ده حضرتك، بص هطلع دي بكل ارتياحيه. ايه الهدف؟ ان انا القطعه دي اللي انا ركبتها الزياده اللي هتحميل وتمنع التسريب ما عملتش مشكله في ان انا اخرج البرجع. فالوضع ده شايف
قطر الماسوره باجي ازاي. حاول تجيب قطر الماسوره كده هنا، فانت حضرتك هتعرف بالحاله دي بالطريقه دي كده هتعرف ان انت تسلك المشكله اللي عندك في البيئه بكل ارتياحيه، والموضوع عندك هينتهي. وهرجع لو احنا سيبناها من غير القطعه دي يبقى الريحه الوحشه كلها اكرمكم الله، ارفع السماء ارفع لفوق، الريحه الوحشه كلها هتطرد عندك في المكان سواء حمام او مطبخ. طيب فدي كده بالقطعه دي ايه اللي هيحمينا بقى؟ دي لما بتنزل فدي بتخلي دايما بتحافظ ان يبقى فيه ميه موجوده جزء او شويه ميه موجودين في قاع البيبه، بحيث هم ايه لما تيجي ترد الريحه ترد هنا تلقى المصاد ده تهرب من تحت تلقى شويه الميه اللي هم محبوسين قاعدين. تمام، فيا ريت يكون كده افدنا حضراتكم في الفيديو الصغير ده، ما طولناش على حضراتكم كده. الافاده في الفيديو ده ان القطعه دي عاملاها الشركه على اساس تمنع معاك التسييب، تاخد الطويله بتاعتك، وطبعا الميزان والوزن والتاكيد ده كله لازم معلومه تكون افادت حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.